البلان تبعنا اللي هو اللي كنا احنا في الستريت ده. نمسك واحد من هاي الشباب مرة ثانية، تمام، وناخد edit type. هلا احنا صرنا عارفين كل الاوبشنز تبعت الفانكشنز، تقريبا صرنا عارفين كل الاوبشنز اللي بنحكي عنهم لهلا تبعت الماتيريالز. حكينا عن الايدنتيتي وحكينا ما حكينا عن الابيرنس، رح ناجلها لاخر الكورس. فيزيكال وثيرمال اذا كنا عم نعمل اناليتيكال موديل، حامل اوكي وراح ارجع على هذا الديلوج بوكس تبع الستراكشر. حكينا في المرات الماضيه انه في عندي بوتن اسمه بريفيو. البوتن اللي اسمه بريفيو راح يكون عم بيعرض لي بلان سامبل لهدول اللايرز كيف عم تمشي مع بعض في الجدران. اول اوبشن بدنا نعرفه انه في عندنا ابيليتي نعمل رابل. يعني لو انا عندي، خليني اسكر هذا البوكس، اسكر هذا البوكس. لو انا في عندي على سبيل المثال ويندو موجوده هون، تمام، الوضع الطبيعي انه هذا الجدار اذا عم بلاحظ اللايرز عم بتلف مع بعض، صح، وعم بتسكر على بعض ياخذ الماتيريال الصح. هلا الديفولت في معظم الاوبشنز او معظم الرولز راح نلاقي انه ما في رابنج، اللي هو الاوبشن اللي انا لسه ما حكيت عنه، دونات راب، فراح الاقي انه هذا اللي بيطلع، هذا الديفولت تبع الرولز. هذا شيء كثير غلط. الشغله الثانيه الاندنج للجدار طبعا غلط كمان، بعيد يا اما اللاير الخارجيه بدها تلف وتسكر، او اللاير الداخليه بدها تلف وتسكر، او التنتين. طيب خلينا نشوف شو الربط بيعطيني ابيليتي. اعمل امسكنا هذا الجدار، رحنا على ايديت تايب، بقدر ادخل على ايديت، على ايديت رابينج ات انسرتس، رابينج ات انس، رابينج ات انسرتس اذا في عندي شيء عم بدخل على هذا الجدار، شباب باب رابينج ات انس، مثلا في ستاندنج وول وانا بدي اشوف شو عم بصير فيه. خلينا نشوف رابينج ات انسرتس، لو عملنا له الاوبشنز في عندي ابيليتي الاكستيريور سايد يلف ويسكر، او الانتيريور سايد يلف ويسكر، او بوث يلفوا ويسكروا في منطقه معينه. خليني اخذ مثلا الاكستيريور على سبيل المثال ونشوف. مرات باي ذا واي هذا الاوبشن ما يعني ما بجاوب، ذاتس نوت ا بيج دي. راح اعمل اوكي، راح الاقي انه الاكستيريور لاير هي اللي لفت، تمام. طيب لو مسكنا هذا الشباك على سبيل المثال، نعرف احنا انه هدول الايكونز بالريفت هتعمل فليبنج اما يمين يسار او اب داون. لو عملت انا فليب نعمل يمين يسار ما تغير الكيس. اذا عملت فليب عمل ان اوت، فهون غير لي الرابنج تبع اللايرز اكوردنج لمكان الشباك. نرجع نشوفه مره ثانيه، كبست هيك اكوردنج لبعد الشباك عن السنتر تبع الوول، بياخذ انه الاكستيريور بار وبلف اللاير تبعته وبيكمل عشان يسكر معه الشباك. طب لو انا عملت له فليب لاحظ انه اللاير الخارجيه ما لفت، لان انا مش حكي له الانتيريور لف ما سكر عليه. طب لو جيت انا هلا عملت ايديت تايب، خليني اسكر هذا او اصغر هاي الوندا شوي، وجينا حكينا له من الرابنج، سوري راح نمسك الوول بالاول، حكينا له من الرابنج انا بدي تعمل لي بدل الاكستيريور ات انسرتس بدي اياه انتيريور ات انسرتس، وحكيت له ابلاي، لف لي اللاير الانتيريور انتيريور اند اكستيريور في الرابنج واعمل لي عليه رابنج واعمل اوكي. هلا اكوردنج لموقع هذا الشباك، لو مثلا هذا الشباك في البلان اجى بالنص في هذا المكان، هاي اللاير راح تلف لليمين وهاي اللاير الاكستيريور راح تلف لليسار. خلينا نجرب نعمل فليب. انا عملت فليب للوول هلا بهاي المرحله وتشز صح، اعطتني الجزء اللي بدي اياه، وتشز انه هاي صارت اللاير الخارجيه لفت، وهاي اللاير الداخليه اللي هي البلاستر برضه عملت رابنج ووصلت لعند طرف الشباك. فاين، فالريفت يعني بيقدر يفهم متى اللاير انا بدي اعملها رابنج ومتى لا. ان كيس انه انا الريزلت اللي طلعت معي مش هي المطلوبه، انا عندي ability في الفيو ان انا اعدل هاي الريزلت. طيب عملنا سيلكت على الوول، عملنا edit type، والمره هاي بدنا نحكي له الرابنج at ends، اعمل exterior واعمل apply واعمل اوكي. راح الاقي انه اللاير اللي انا اخترتها عم بتلف وبتسكر على اللاير الثانيه، على اساس انه طرف الجدار ما يبين فيه 3 or 4 layers which is مش صح. طيب خلصنا من الرابنج من الجينيريك اوبشنز تبعت التايب، الاوبشنز الخارجيه ما دخلت على الستراكشر. طيب بدي ادخل انا اشوف هذه الاوبشنز بس وين؟ في الماتيريالز. يعني انا صار عندي ability امسك واحده من هاي الماتيريالز واجي من هون احكي له الديفولت رابنج، خلي لي انه هذه اللاير تلف، او خلي لي انه هاي اللاير على الاند ما تلف. صرت انا بقدر اتحكم في الماتيريال
بقدر اتحكم في الجينيريك تايب من برا. الجينيريك تايب صار بس عم باخذ الاكستيرير لاير والانتيرير لاير. هون انا صار عندي ابيليتي ان انا اتحكم بالاوبشنز تبعت كل لاير لحالها. ما حدخل فيها كثير هاي لانه مش كثير بتهمني من هون.